الرقم اليومي اللي احنا بننتجه من الخبز ربع مليار رغيف يوميا، يعني 250 مليون رغيف كل صباح، هي تقريبا اكبر صناعه في مصر. تمام. يعني ما فيش صناعه بتنتج ربع مليار قطعه يوميا، يعني احنا استهلاكنا من الخبز يعني استهلاك كبير قوي. يمكن يعني سمعت من حضرتك واحنا بندردش قبل الهوا ان احنا اعلى استهلاك في العالم. احنا معدلات الاستهلاك عندنا مقارنه بالمعدلات العالميه بالفعل هي اعلى تقريبا، لسبب لان احنا عندنا النصيب المواطن من القمح او من الدقيق او ما الى ذلك من الخبز بيبقى بيصل ل 185 كيلو سنويا، في حين ان المعدلات العالميه 85. الرقم ده الفرق كبير طبعا، بيرجع لنتيجه لان احنا برضو عندنا لا يزال هو في نسبه مش قليله من الفقر او المستويات الاجتماعيه اللي هي بتعتمد اكتر على الخبز. ده ايضا نتيجه انماط استهلاكيه احنا تعودنا على ان احنا كل حاجه بناكلها بعيش بالله على السفره، مثلا تلاقي ممكن او على يعني احنا قاعدين على الطبليه لو احنا في الفلاحين بتلاقي موجود المكرونه والبطاطس والعيش. طب ما هو ده نشويات وده نشويات وده نشويات، يعني فاحنا الثقافه فاحنا الثقافة عندنا بالظبط مش بس الفقر، لانه يعني احنا كمان الثقافه بتاعتنا في العيش، ثقافه التغذيه، ثقافه التغذيه يعني لازم التغذية يبقى في عيش على بالظبط دايما لازم موجود على الترابيزه او على ثلاث اربع اصناف كلهم نشويات وبطاطس ورز ومكرونه وعيش. اوكي، بس ده يعني احنا بنطمع ان يكون في نوع من تغيير في النمط ده، مش لعشان نوفر في العيش بس او انه يكون ده الهدف الاساسي، لا، علشان انه لو قدرنا نحل محل النسبه من الخبز ده سلع او مواد غذائيه اخرى ان المواطن يقدر يعتمد عليها، ده بالنسبه لنا هيساعد صحيا، هيساعد صحيا بالظبط، نقلل استيرادنا من القمح. يعني ده مرتبط بقضيه القمح.